بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء. أما بعد، أبنائي وبناتي دارسي مادة الوسائط المتعددة، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الرابعة من محاضرات الوسائط. النهاردة هنتكلم عن خصائص الوسائط المتعددة. الوسائط المتعددة لها مجموعة من الخصائص تشتق من الأسس المرتبطة بنظريات التعليم والتعلم، ويجب أن تتوافر في الوسائط المتعددة الخصائص التالية. أول حاجة التفاعلية. تعرف التفاعلية بأنها قيام المتعلم بالمشاركة النشطة الإيجابية في عملية التعلم، مما يؤدي إلى استمرار عملية التعلم، ويقصد بها أيضا الطرق والوسائل التي يتيحها البرنامج للمستخدم للتعبير عن استجابته للمثيرات المختلفة. ويرتبط مفهوم تكنولوجيا الوسائط بمبدئين هما التكامل integration والتفاعل interactive، ونعني بالتكامل المزج بين عدة وسائط لخدمة هدف محدد، أما التفاعل فهو الاستجابات المتبادلة بين المتعلم والبرنامج. وتصف التفاعلية أنماط الاتصال في وقت التعلم، وتوفر بيئة اتصال ثنائية الاتجاه، وهي بذلك تسمح للمتعلم بدرجة من الحرية، فيستطيع أن يتحكم في معدل عرض محتوى المادة المنقولة ليختار المعدل الذي يناسبه، كما يستطيع أن يختار من بين العديد من البدائل في موقف التعلم. ويمكن للمتعلم التفاعل مع برامج الوسائط المتعددة من خلال الأنماط التالية: النقر على مفتاح على الشاشة، النقر على مساحة فارغة على الشاشة، الاختيار من قائمة منسدلة، نقل عنصر من مكان إلى آخر، التفاعل النصي عن طريق لوحة المفاتيح. ومن الأسس التي يجب مراعاتها في أنماط التفاعل مع المستخدم: تجنب الجمع بين الأنماط المختلفة للتفاعل، يعني ما نستخدمش مدخلين مكتوبين زي الفارة والأسهم، وعدم وجود أدوات تحديد. يجب مراعاة أنه من الممكن أن يعمل المستخدم على أجهزة قديمة غير مزودة بأدوات التحديد. تجنب الكتابة قدر الإمكان. تاني حاجة بعد التفاعل في خصائص الوسائط المتعددة هو الفردية. تؤكد نظريات علم النفس التعليمي على ضرورة تفريد المواقف التعليمية للتغلب على الفروق الفردية بين المتعلمين. وتمتاز عروض الوسائط المتعددة بتفريد المواقف التعليمية لتتناسب مع الفروق الفردية، ولقد صممت هذه العروض بحيث تعتمد على التعلم الذاتي، وهي بذلك تسمح باختلاف الوقت المخصص بين كل متعلم وآخر طبعا لقدرات كل متعلم واستعداداته. ثلاثة، التنوع. تقدم الوسائط المتعددة بيئة متنوعة يجد فيها كل متعلم ما يناسبه، ويتحقق ذلك إجرائيا بتوفير بدائل عديدة من الأنشطة التعليمية أمام المتعلم، ووجود العديد من اختبارات التقويم كالتسكيني والبنائي والنهائي، كما يظهر التنوع بوضوح في تعدد وسائط تقديم المحتوى. وتتفاوت البدائل المتاحة أمام المتعلم في برامج تكنولوجيا الوسائط المتعددة وطرق تقديم المحتوى بأنماطه المختلفة، وكثافة جرعة المثيرات السمعية والبصرية في البرنامج باختلاف متغير تصميم البرنامج. رقم 4، التكاملية. تقوم الوسائط المتعددة في الأساس على التكامل بين جميع عناصر الوسائط المتعددة مع بعضها، حيث أن بعض الموضوعات التي بداخل البرنامج يمكن أن يتم شرحها عن طريق الفيديو ولا ينفع معها الصوت فقط، والبعض الآخر يكون الصوت هو العنصر المؤثر في البرنامج،
وعليه فإن عنصر الوصاية المتعددة أو عناصر الوصاية المتعددة لا تستخدم مستقلة بل تتكامل في وجهات التفاعل متعددة الوسائط. ويقصد بالتكامل هنا هو التناغم والاندماج بين مجموعة الوسائط المستخدمة والمعروضة على شاشة الكمبيوتر. 5 التزامن، والمقصود بالتزامن هو مناسبة توقيتات التداخل بين الوسائط المختلفة في عروض البرامج التعليمية لتتناسب مع المحتوى وقدرات المتعلم وغيرها من الوسائط. فمثلا عند التعليق على صورة معينة يجب أن تظهر الصورة في خط متوازي مع التعليق. في حالة استخدام نص معين من خلال صورة يجب أن تتزامن الصورة المناسبة مع هذا النص وكذلك الأشكال التوضيحية. 6 الكونية، وهي تعني إلغاء القيود الخاصة بالزمان والمكان والانفتاح على مصادر المعرفة المختلفة. وتتضح ملامح خاصية الكونية في النقاط التالية: 1 تقديم عروض الوسائط من خلال شبكة الإنترنت. 2 نقل عروض الوسائط من خلال الطرق المعلومات السريعة والأقمار الصناعية. 3 انتشار وتعميم شبكات الوسائط المتعددة بين المؤسسات المختلفة والمتباعدة. 4 ظهور أنظمة مؤتمرات الفيديو اللي هي الفيديو كونفرنس. 5 ظهور ما يسمى بالبريد الإلكتروني متعدد الوسائط. 7 المرونة، تعتبر المرونة من أهم خصائص الوسائط المتعددة وتتعدد استخداماتها. فهناك المرونة في مرحلة الإنتاج، وفيها تستطيع تغيير صورة مكان صورة أو نص مكان نص أو تبديل لون بآخر وخلفية بأخرى، وتسمح المرونة بإجراء التجارب حتى يستقيم البرنامج على النحو المرسوم بالسيناريو. 8 الرقمية، في عروض الوسائط المتعددة يتم أخذ الصوت أو الفيديو من مصدر خارجي مثل مسجل صوت أو ميكروفون أو كاميرا فيديو أو مشغل شرائط، وإدخال هذا الصوت إلى الحاسب، ويتم إدخال الصوت أو لقطات الفيديو إلى بطاقة الرقمنة اللي هي المقصود بيها الكارت الخاص بالصوت والصورة في الحاسب، حيث تقوم بعض البطاقات بوظيفة الرقمنة للفيديو والصوت معا، وباستعمال عملية تسمى أخذ العينات يقوم محول الإشارات التناظرية في البطاقات بمعالجة إشارات الصوت والفيديو وتحويلها إلى سيل من البيانات الرقمية. وبعد إجراء الرقمنة تتم عملية الضغط لهذه البيانات الرقمية باستخدام أساليب الضغط المناسبة مثل أسلوب ضغط يتناسب مع بيانات الصور زي الـ MBEG أو الـ GBEG، مما يقلل حجم الملف حوالي 200 مرة عن الحجم الأصلي. أما الصوت فلا يتم ضغطه، وبذلك يمكن تخزين لقطات الفيديو أو الصوت أو الصور أو الرسومات المتحركة على وسائط التخزين في شكل بيانات رقمية تتصف بالجودة العالية عند عرضها من خلال الحاسب. بعد كده، بعد ما أخذنا خصائص الوسائط المتعددة، هناخد مع بعض أنماط برامج الوسائط المتعددة. تتعدد أنماط برامج واستراتيجيات المادة التعليمية في برامج الوسائط المتعددة فيما يلي: الممارسة والتدريب. في هذا النمط يطرح الحاسب سؤالا معينا، ويقوم الحاسب أيضا بتقديم الإجابة التي أدلي بها المتعلم على نفس السؤال، وبذلك يتيح للمتعلم التحصيل بدرجة عالية، ولا ينتقل إلى الموضوع التالي إلا بعد أن يتقن المتعلم الموضوع الأول. 2 المحاكاة، في هذا النمط يتم تقديم أنشطة ونماذج حقيقية مماثلة للواقع قدر الإمكان، فهو تمثيل لموقف أو ظاهرة تحدث في الواقع، وتتيح الفرصة للمتعلم أن يتدرب ويكتسب مهارات دون مخاطرة أو تكاليف عليه. الريادة،
يهتم هذا النمط بعرض المادة العلمية الجديدة، كما يقوم بدور المدرس الخصوصي في تدريس المفاهيم والمصطلحات، ويقدم البرنامج شرحا وافيا للموضوعات التي يشتمل عليها والتي ترتبط بالأهداف التعليمية التي يحاول تحقيقها. ويشبه هذا الأسلوب إلى حد ما أسلوب المدرس داخل الفصل. الحوار التعليمي: تتميز برامج الوسائط المتعددة في هذا النمط بحدوث التفاعل بين المتعلم والحاسب من خلال التحاور من خلال اللغة الطبيعية، أي أن كل من المتعلم والحاسب يمكنه طرح الأسئلة والإجابة، بالإضافة إلى استخدام وحدات الإدخال والإخراج التقليدية المتوفرة في جهاز الحاسب مثل لوحة المفاتيح والشاشة. الألعاب التعليمية: فيها يقوم الحاسب بتوفير الدعم والاقتراحات للمتعلم من خلال محاولته للوصول إلى المواقف التعليمية التي يريدها. وتتميز برامج هذا النمط بعنصر التسلية والتشويق والإثارة وزيادة الدافعية للتعلم. 6. طريقة حل المشكلات: يستخدم هذا النمط في تنمية مهارات التفكير المنطقي في حل المشكلات، مما يساعد على انتقال أثر التعلم وتناول الموقف التعليمي بأسلوب علمي، لأن ذلك الأسلوب يقوم بتحويل مركز اهتمام المعلمين من آليات الحل إلى العلاقة التي تدور حولها المشكلة. بعد كده هناخد مع بعض الوسائط الفائقة ونفكركم مع بعض الفرق ما بين الوسائط المتعددة والفائقة اللي احنا قلناها في أول محاضرة. قلنا إن عرض وسيط بمفرده فإنه يسمى وسيط، أما إن تم عرض أكثر من وسيط داخل نفس الموقف فإنها تسمى وسائط، وإن تم استخدام الكمبيوتر لعرض وسائط متعددة فإنها تسمى وسائط متعددة كمبيوترية، أما إن تم وضع كلمة تحتها خط أو بولد والضغط عليها والانتقال إلى صفحة رقم كذا في البرنامج فإنها تسمى وسائط فائقة، وإذا تم هذا الانتقال إلى نص فقط فإنها تسمى هايبر تكست، أما إن تم الانتقال إلى نص وصورة فإنها تسمى هايبر ميديا. تاريخ الوسائط المتعددة: في نهاية السبعينات ظهر مصطلح الوسائط المتعددة، ولم يكن يقصد به الوسائط المتعددة من خلال الكمبيوتر، بل قصد به الوسائط التقليدية مثل الصور الثابتة والأفلام المتحركة والشرائط الصوتية وغيرها. في الثمانينات بدأت عملية التأليف والإنتاج للنصوص الفعالة أو الفائقة من خلال الكمبيوتر، واعتبرت الوسائط الفائقة بمثابة امتداد طبيعي للنصوص ومشابهة لها فيما عدا احتوائها على عناصر أخرى بجانب النصوص مثل الفيديو والرسوم والصور والأصوات وغيرها. ومع بداية التسعينات ظهرت العديد من برامج التأليف والتي تتمتع بإمكانيات هائلة في إنتاج الوسائط الفائقة وبناء العقد والروابط بين الوسائط، وأشهرها برنامج الأوثر تولز، والتي يتمتع بإمكانيات هائلة في إنتاج عروض الوسائط المتعددة والفائقة وبناء العقد والروابط بين الوسائل المختلفة. وقد عرفت الوسائط الفائقة على إنها عبارة عن نظام يجمع بين الفيديو والموسيقى والمؤثرات الصوتية والصوت والرسوم المتحركة والساكنة، وهو نظام يهدف إلى توصيل المعلومات عن طريق الحواس المتعددة. كما عرفت أيضا على أنها بيئة تتضمن عناصر النص والرسوم والصوت والحركة والفيديو. كما عرفت أيضا المعلومات المتاحة والمتوفرة لمجموعة من الوسائط والتي تستثمر تبادليا بطريقة منظمة في موقف تعليمي، والتي تتضمن الرسوم البيانية والصور والتسجيلات الصوتية والموسيقية ومشاهد الفيديو.
كما يعرف إينز الوصية الفائقة على أنها امتداد للنصوص الفائقة، وهي تحدث تكامل بين الرسوم البيانية والحركية والصوت والصورة مع النص، وتقدم المعلومات من خلال عقد يشار إليها ككروت في البرامج مثل الكارت الفائق والكارت السوبر والاستوديو الفائق، وهذه العقد مرتبطة مع بعضها البعض على هيئة شبكة. وترى كندا أن الوصية الفائقة تشير إلى أن الأشكال المترابطة غير الخطية وغير المتسلسلة من الدخول لمعلومات، وهي تشمل معلومات نصية ورسوم بيانية وأصوات ورسوم متحركة وفيديو. وبناء على ذلك نعرفها نحن على أنها، أي الوصية الفائقة، بأنها الاستخدام المترابط المتفاعل المتكامل لعدد من الوسائط مثل الصوت والنص والرسوم والفيديو داخل بيئات تعليمية تتصف بالشمول والعمق مع الاعتماد على استخدام الروابط. بعد كده، بعد ما اتكلمنا عن خصائص الوسائط المتعددة وأنماط الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة، هنتكلم عن العلاقة بين الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة. يتضح الفرق بين الوسائط المتعددة والفائقة في عدد من الخصائص: 1- عدد الخيارات المتاحة للمستخدم، 2- أنماط الإبحار وطرق سير المستخدم، 3- التوسعية في تقديم النصوص والمعلومات في الوسائط الفائقة عنها في الوسائط المتعددة، 4- الإبهار في عروض الوسائط الفائقة عن عروض الوسائط المتعددة. بعد ما اتكلمنا عن خصائص الوسائط المتعددة، هنتكلم أيضا عن خصائص الوسائط الفائقة. توجد مجموعة من الخصائص التي يجب أن تتوافر في برامج الوسائط الفائقة، مثل 1- المعلومات الصغيرة. المعلومات الصغيرة هي الوحدات الأساسية لتخزين المعلومات في أنظمة الوسائط الفائقة، حيث تتكون من أجزاء صغيرة من النص أو الرسوم البيانية أو تتابعات الفيديو أو الصوت أو معلومات أخرى. هذه المعلومات الصغيرة تحدد ما يمكن عرضه على الشاشة الواحدة، وحجم هذه المعلومات يتنوع ما بين كلمة مفردة أو بعض الكلمات مقارنة بحجم البرنامج ككل، بينما تتطلب الكتب والأفلام المتحركة تدفق المعلومات بصفة مستمرة. والمعلومات الصغيرة في برامج الوسائط الفائقة يشار إليها بمسمى إطارات. 2- في خصائص الوسائط الفائقة، الارتباطات، ودي أهم حاجة في الوسائط الفائقة، وهي الروابط التي تستخدم بين المعلومات والتي يمكن من خلالها الانتقال والقصف بين المعلومات. وتعتمد أنظمة الوسائط الفائقة على الروابط التي تسمح للمستخدم باجتياز الرابطة من نقطة مصدرية محددة في وثيقة إلى جهة محددة. وتشير معظم الدراسات إلى أن هناك مجموعة نماذج أساسية للربط في برامج الوسائط الفائقة، تبدأ بالأكثر تقيدا وتنتهي بالأقل تقيدا. وهذه النماذج: أولا، النموذج الخطي يعتبر أبسط نماذج الربط، ويفترض فيه أن كل العقد يمكن الوصول إليها من خلال عقدة واحدة على الأقل، بمعنى أن كل الروابط يرتبط رأسها بزيلها وليس الرأس بالرأس أو الزيل بالزيل. وهكذا، فإن البنية تحدد الاتجاه الطبيعي الذي تتحرك فيه كل عقدة، سواء للأمام أو الخلف. زي الشكل الثاني، ده نموذج رابط ذو مسار، وموجودين هنا، نضغط كليك نتحرك هنا، وهكذا، ده للأمام أو العكس للخلف. النموذج الثاني هو نموذج رابط خطي ذو مسار دائري، بيبدأ في أي نقطة هنا ويستمر. الثاني كان مسار واحد بيقف هنا، إنما ده بينتقل لحد ما يوصل هنا. فلو إحنا عندنا هنا صفحة للمقدمة، وانتقلنا الأول درس، ثاني درس، ثالث درس، رابع درس، خامس درس، نوصل في النهاية للمقدمة.
رقم 2 في الروابط النموذج الهرمي التسلسلي، والمقصود بالهرم المتسلسل أن عقدة واحدة ليس لها آباء بينما الباقي لديه والد واحد، وتسمى عقدة البداية بالعقدة اليتيمة، والتي عندها يدخل الفرد إلى الوثيقة الفائقة ويمكن التحكم من التحرك للخلف والأمام بشكل متكرر خلال نفس الرابطة، ويمكن من خلال هذا النموذج تحديد الاتجاه في التسلسل سواء كان هذا الاتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل. رقم 3 أو جيم نموذج المكعب الفائق، يسير هذا النموذج على نمط الشوارع المستطيلة، ويعتبر هذا النموذج أداة هامة لدراسة النماذج اللفظية في الوثائق، حيث يفضل الفرد أن يتبع أو يتتبع موضوعات معروفة خلال عدد من القطع المختلفة. رقم 4 نموذج الرابط البياني الدائري الموجه، يعتبر أكثر نماذج الربط انتشارا، وهو يتطلب عدم وجود أي عقد بالشبكة، أي البدء من عقدة واحدة والتحرك فقط للأمام من خلال الروابط، ومن الممكن الرجوع إلى عقدة البداية. ويعتبر نموذجي الرابط الخطي والهرمي أحد أشكال الربط البياني الدائري الموجه. نموذج التكتل، أحيانا ما تتكون شبكة الوسائط الفائقة من عدد من المناطق المتداخلة وبينها تتواجد روابط غير كثيفة، ونجد أن الروابط المتبادلة الكثيفة في المناطق المقيدة تنتج بسبب أن العقد المتجمعة بينها أشياء مشتركة عن ما بينها وبين باقي الشبكة، ويستطيع المستخدم الشعور بهذا التشابه والتعامل معه. النموذج العشوائي هو النموذج يعد أقل النماذج تقيدا من مجموعة العقد المترابطة، وقد يكون النموذج العشوائي جزئي، أي أنه توجد روابط قليلة لكل عقدة، أو نموذج كلي بمعنى أنه توجد روابط متعددة لكل عقدة. رقم 3 بعد التفاعلية في برامج الوسائط الفائقة والروابط، ودي شرحناها. رقم 4 شرحناها أيضا لأنها بتشترك ما بين الوسائط المتعددة والفائقة. رقم 5 اللاخطية في الوصول إلى المعلومات، يمكن القول بأن العقد والروابط الموجودة في برامج الوسائط الفائقة تجعل المستخدم يسير في نمط غير خطي، بمعنى أنه لا يمكنه تصفح البرنامج من الشاشة الأولى إلى النهاية بصورة خطية، ولكن نظرا لوجود خاصية تجزئة المعلومات أو المحتوى إلى أجزاء صغيرة أو إلى صفحات معلقة، والرابط بين تلك الأجزاء باستخدام العقد، فإن المستخدم يتعامل مع كل جزئية على حده، ويمكنه الانتقال من خلالها إلى جزئية أو جزئيات أخرى مرتبطة. مميزات استخدام برامج الوسائط الفائقة: 1 المساعدة على اكتساب المعارف والمهارات، 2 التدريب حيث تستخدم لتدريب الطلاب على إتقان واكتساب مهارات تعليمية، 3 المرونة حيث تحتوي على العديد من الخيارات المتاحة، 4 التكاملية أفضل ما تقدمه برامج الوسائط الفائقة للمتعلم هي فرصة إتاحة برنامج متكامل صوتا وصورة وحركة ولونا ومزجا متزايد للنص اللفظي، التعلم الحر حيث لا توضع قيود على سير المتعلم في عروض الوسائط الفائقة، 6 تساعد الوسائط الفائقة على تيسير ومساعدة المتعلم على فهم الهيكل البنائي لأنواع المعارف، 7 تساعد الوسائط الفائقة على توجيه المتعلم وتحفيزه نحو التعلم الفردي مع مقابلة الحاجات التعليمية الفردية من خلال تقديم مستويات متقاربة من التفاعل. بعد كده تساعد الوسائط الفائقة على إثارة الدافعية لدى المتعلم من خلال تعدد أشكال التفاعل. أخيرا التعلم التعاوني، حيث تتميز برامج الوسائط الفائقة بإمكانية استخدامها في مواقف التعلم المختلفة سواء كانت فردية أو مجموعات صغيرة أو مجموعات كبيرة، ويساعد استخدام تلك البرامج في زيادة عمليات التفاعل بين المتعلمين والعرض وبين المتعلمين وبعضهم البعض. إلى هنا أبنائي وبناتي طلاب دارسي مادة الوسائط المتعددة،
نكون قد انتهينا اليوم من محاضرة رقم 4 محاضرات الأونلاين، واللي أخذنا فيها خصائص الوسائط المتعددة، خدنا أنماط الوسائط المتعددة، خدنا تطور الوسائط الفائقة، خدنا العلاقة بين الوسائط المتعددة والفائقة، خدنا خصائص الوسائط الفائقة. إلى هنا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل لقاء بكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.